معاكم على نفس الموقع عرفنيتكم. فده النهارده هنتكلم عن مشكله قابل كتير مستخدمي اجهزه اللابتوب اجهزه الكمبيوتر، خصوصا لما يكون الجهاز لسه جديد. المشكله بتلخص انك لما تيجي تفتح الجهاز بتلاقي النهارده كله متقسم لبارتيشن واحد اللي هو بارتيشن السي. طبعا الموضوع هنا بيكون مشكله كبيره، خصوصا انك مش لاقي بارتيشن تاني تضيف عليه ملفاتك، وخايف تضيف ملفات في سي النظام يقع ويحصل له اي شيء ملفات كلها تمسح. فموضوع النهارده هنتكلم ازاي تاخد مساحه من السي او تقسم بارتيشن من السي بدون استخدام اي برامج، وبرضك بطريقه امنه عن طريق اعدادات في النظام بسيطه هنستخدمها. دلوقتي هنروح للنظام اللي هنشتغل عليه، سواء ويندوز 7 او ويندوز 8 او 8.1، هي نيها نفس الاعدادات. دلوقتي هنروح للكمبيوتر، كليك يمين، هنختار مانج، هيفتح لنا نافذه جديده، هنختار من هنا ستورج، هنلاقي في حاجه اسمها ديسك مانجمنت. دلوقتي من خلال النافذه ديت هنقدر نتحكم في اعدادات البارتيشن او اعدادات الهارد. دلوقتي لو لاحظنا هنلاقي في عندنا بارتيشن واحد اللي هو السي، تمام. لو رحنا للماي كمبيوتر هنلاقي ان في عندنا السي بس هو ده اللي واخد مساحه كامله. انا دلوقتي بجرب على مساحه وهميه اللي هو 30 جيجا، تمام. انا دلوقتي عاوز اخد مساحه من السي اضيفها لبارتيشن جديد، لو هيكون عاوز اخد 10 جيجا. الموضوع بسيط جدا، هنروح للنافذه ديت من خلال نقدر ناخد المساحه اللي احنا محتاجينها. اول حاجه هنلاقي في عندنا الديسك دوت، ده الهارد بالكامل اللي هو 30 جيجا بايت. هنلاقي في عندنا حاجه اسمها سيستم ريسيفد، وفي عندنا السي. السيستم ريسيفد دوت ما تقربش ليها، دي بيبقى مساحه خاصه بالسيستم بتكون مساحتها بسيطه جدا 100 ميجا، فدي مش محتاجينها. اللي احنا محتاجينها اللي هو السي، في عندنا 29 جيجا فاصلة 90 ميجا. انا عاوز اخد من السي دوت 10 جيجا. لو مثلا السي عندك 200 جيجا، تيرا، 500 جيجا، فنفس الاعداد اللي انا هعملها دلوقتي هي نفس الاعداد اللي انت هتعملها مع اختلاف الارقام اللي هنكتبها. فانا دلوقتي عاوز اخد 10 جيجا من السي اضيفها في بارتيشن جديد. برجع للكليك يمين على السي، هنضغط على شرينك فوليوم ديت، هنبدا ننتظر النافذه لغايه ما تنتهي من التحميل، تمام. بمجرد ما تنتهي النافذه من التحميل هيظهر لنا واجهه بالمنظر ده كده. ديت من خلال نبدا نكتب الارقام من المساحه اللي انا محتاجها. دلوقتي هنحتاج نفتح الاله الحاسبه، وانا عشان نختار او عشان نكتب المساحه اللي محتاجين. دلوقتي مثلا عاوز تاخد 10 جيجا، ال 10 جيجا ده تكتبها ازاي؟ تكتب 10 في 1024، هتطلع لك الرقم دوت 10240. دوت الرقم اللي هنحتاج نكتبه هنا 10240. طيب ليه انا ضربت ال 10 جيجا في 1024؟ لان النظام بيقرا الجيجا على 1024 ميجا بايت، تمام. فدلوقتي كتبت 10 جيجا 240 ميجا بايت 10240. دلوقتي هبدا اضغط على الايقونه ديت. دلوقتي هنتظر لغايه ما المساحه تتكريت او المساحه تتقسم السي، تمام. دلوقتي المساحه اللي خدناها من السي 10 جيجا ظهرت اهيت. لو رحنا للكمبيوتر عملنا ريفرش هنلاحظ ان السي بقى 20 جيجا، الاول كان 30 جيجا، فالوقت في مساحه 10 جيجا، المساحه دي انلوكيتد، تمام. انا محتاج دلوقتي اكريتها، يعني بتكون انلوكيتد يعني معناها مساحه فارغه او مساحه مش مستخدمه، فانا دلوقتي محتاج اكريتها او اعمل لها انشاء. فبضغط كليك يمين اختار حاجه اسمها نيو سيمبل فوليوم، دلوقتي اضغط نكست. دلوقتي بتشوف المساحه اللي انت عاوزها، لو انت عاوز تاخد الهارد ده بالكامل او عاوز تاخد البارتيشن ده بالكامل، ال 10 جيجا عاوزهم يكونوا بارتيشن بالكامل، بتضغط نيكست. لو انت عاوز تاخد ال 10 جيجا تقسمهم على 2، 5 جيجا و5 جيجا، هتبدا برضك تفتح الاله الحاسبه وهتكتب 5 في 1024، هيطلع لك الرقم دوت، هتبدا تكتبه هنا لو انت عاوز تاخد 5 جيجا بس. اما لو انت عاوز تاخد المساحه كامله اللي هي ال 10 جيجا هتضغط نيكست. بالنسبه لموضوع انك تقسم بارتيشن كذا بارتيشن، ده هنتكلم برضك في الفيديو الجاي في سلسله تقسيم الهارد. هنيجي من هنا، هنا بتختار لو انت عاوز تديله رمز معين او حرف معين، يعني انت عندك السي ده النظام، ممكن تختار ايه للملفات جي اتش اي مساحه انت محتاجها. فانا هسيبه زي ما هي وهنختار نيكست. دلوقتي هيظهر لنا الواجهه برضك بتطلب مننا نكتب اعدادات البارتيشن. هنا لو انت عاوز تكتب اسم البارتيشن، عاوز تختار نوع فورمات معين، بس انت في الغالب هتسيب الاعداد زي ما هي، تضغط نيكست. دلوقتي تضغط فينش، تمام. دلوقتي الملف او البارتيشن الجديد بدا يتعمل له فورمات وتم انشاؤه، هنا اسمه ايه، تمام. لو رحنا للنظام هنلاقي ان في بارتيشن جديد ظهر، دلوقتي مش محتاجينها. دلوقتي النظام بيقول لك ان البارتيشن الجديد محتاج فورمات، فابدا اضغط فورمات ديسك دوت لو بارتيشن الاي، فابدا اعمل هنا ستارت، اوكي، تمام، كلوز. دلوقتي احنا عملنا اتنين بارتيشن، خدنا من السي 10 جيجا ضفناه في بارتيشن جديد اللي هو الاي، تمام. لو خرجنا وهنا شفنا بروبرتيز هنلاقي ان احنا عملنا بارتيشن جديد مساحته 10 جيجا، تمام. وبكده يبقى احنا عملنا بارتيشن جديد من السي وخدنا مساحه خلينا في بارتيشن تاني.
ده كان موضوع النهاردة، حاولنا نحل مشكلة ان جهاز كمبيوتر او اللابتوب بيجي بارتيشن واحد، فانت بتبقى محتاج تعمل بارتيشن جديد من السي. يبقى احنا خلصنا الفيديو التاني من سلسلة تقسيم الهارد. كان معاكم معانا صار، موقع عرفني.com.